حنا تنعالجوها فتنا. انا هذيك راه ما نفوتهاش واخا قلت لك. دابا انت داو لك هذيك جد مليون. داوها لي اخويا ما عندي ما نقول اش بغيت نقول. تحقرتي. تحقرت تتشوف راه ما عنديش تا نوكل بناتي راه واقفه زيرو والله. دابا حسيت بالحقره. بغيت الحل ما لقيتوش. ما حيت ما عارفاش فين الصدمه بوحدي كعندي. متابعي قناة مغارب نيوز مرحبا بكم في هذا التسجيل اللي كنسجلوه مع السيدة ميلودة. ميلودة من آسفي عندها واحد البنية اللي كتعاني واحد المرض اللي هو مرض توحد يعني بحال الصرع سميتها ملاك. هي فعلا ملاك. الله سبحانه وتعالى كيبتلينا بعدد من الأمور كيجربنا كيفاش كنحمدوه كيفاش كنشكروه. الحمد لله والشكر لله. لكن باش يبتليك الله واحد المخلوق اللي غادي يكرفسك ويتعدى عليك ويمحنك ويدي ضربك ويدي يديلك رزقك وما يتهلاش في ولادو اللي هما ولادو اصلا هذه كتولي حاله اخرى. معنا ميلودة اللي مسكينه كتعيش واحد الحياه زوجيه مبنيه على التهديد وعلى الضرب وعلى العنف مبنيه على النصب وعلى الاحتيال. ميلودة نموذج من النماذج اللي كنعيشوها في بلادنا بالعنف ضد المرأة. ميلودة احكي لينا ميلودة شنو طرا لك وكيفاش واقع لك. خويا شحال نقول لك مهدد الضرب ومرض العرض كنت يتعرض ليا في الطريق وتيبغي يضربني وانا وبناتي خايفين. الراجل ديالي انا وبناتي خايفين من شحال من عام دابا وانت مزوجة؟ عندي معاه 15 عام. 15 عام ديال الزواج واخا تاكك 15 عام ما عمرنيش كنت مرتاحه. ومني جيت هنا تاع خويا كثر كنت نص في الاصل حنا من قلت الشماعيه خارجين العروبيه تابعين الاسفي. تابعين الاسفي اسفي اليوسفيه عيطنا اليوسفيه. خويا جينا للمحمديه على حساب هاد البنيه. البنيه مريضه هو جيت للمحمديه جيت اصلا ضايفه انا ما جيتش باغا نقعد هنايا. مني الدريه لقيت للجمعيه هنا وتعاونوا معايا الناس وصيفطوا لي المحسنين. قلت انا غنقعد هنا داك الفلوس صرت لي المحسنين نكري بها. فات لك درتي فايت مني درت وتعاونوا معاك تعاونوا معايا وجا الحباب الله يجازيهم بخير الله يخليهم صحيحتهم ووليداتهم صيفطوا لي الناس. ايه شنكر صيفطوا لي الناس ولكن صيفطوا لي هما عالمين على داك الشيء اللي كانوا صيفطوا لي. حيت كانت تصيفط انا ما عنديش التليفون الواتساب تتصيفط ليا تقول لي بغيت نشوف دوك اللي تيتواصلوا معايا تقول لي بغيت نشوفوا الدريه وتصيفط لها لاكارت ديال ما حد ما تيقوش. صيفط نصيفط لهم لاكارت وداك اللي تيجيني في الواتساب ديال بنتها تنمشي ناخذ الفلوس. بنت لوستي بنت لوستي شافت الفلوس السيده ولا تدخلني تقريبا ديال الفلوس جوج المليون اخويا جوج المليون وقلت جوج المليون الزياده خديتيها كل نوبه تنخذ كل نوبه نخذ خطها وجمعتها ومن حسبت لقيت جوج المليون كل نوبه تيصيفطوا لي كاين المحسنين تجمعوا في دقه واحده صيفطوا لي 90000. دابا فين هي ديك الفلوس؟ دابا داتها لي لوستي. كيفاش داتها لك؟ قالت لخوها عطيها لي بغا نشري بغا نكمل بها الشريه ديال المحل. خوها اللي هو راجل هو اللي هو راجلي دات لي الفلوس. مني قلت لي انا علاش تعطيها ليها الكرا مني بغا يعطيها ليها قال لي الكرا انا قاد به. قلت لي لا ما تعطيهاش ليها. قال لي انا الكرا قاد به. مني عطاها كارين هنا في محل كارين مني عطاها لاخويا ولا تضرنا عليا قال لي شهر ما نكملوش انا هنا انا غادي نزيد. قلت لي علاش؟ قال لي ما عنديش باش نخلص الكرا. ومني هذيك النهار قلتها ليها قلت لها اختي تدي الفلوس ودوك انا خاصني باش تخلص السكر كي عندير. سكتت عليا ما بغاش تقول ليا عادت تقول لي مرتك قالت ليا وقالت ليا قال لها هذيك عنديها قالت لك انا عنديها. كيفاش غيديها؟ ادينا العروبيه ردنا العروبيه باش ما نهضرش باش ما نهضرش. قلت لي هو انا عديني وهاد الدريه اللي تتعالج هنا وهاد الشيء راه خصنا بنتنا تعالج. شدتي بنتك من بعد النداء شداتها شي جمعيه؟ شادها جمعيه وانا ملي جيت بنتي هنا حاليا بنتي شويه ولات شويه لاباس ولات شويه بنتي ولات تفهمني ماشي بحال العروبيه. ماشي بحال العروبيه. العروبيه خويا اش غنقول لك ما كنتش ندير لك واش العروبيه كنت ندير حاشاك على الخروق تصبنهم انا ديري دي في ليقات نصبنهم وعيني ولات تضرني من داك الصابون. ملي جيت الدريه هنا كما كان الحال الناس عاونوا معايا الله يجازيهم بخير. نقات البنت نقات البنت ولاو نقيات الدريه ولات نقيه وانا ملي شاده لي الجمعيه اش انا غنمشي ندير في العروبيه؟ خاصني فيما شتي خاصني نختار فين بنتي حره فين بنتي لاباس عليها. هو كو كان بنادم راجل كامل يقول انا نختار فين بنتي تتعالج
بنتي فين عاد تعالج بنتي؟ انا ما عاد ديما ندير بديك العروبي. ديما راجلك كيضربك وكيتعدى عليك. تيتعدى علي هو واخته، هو واخته وبنت اخته، اخته وبنت اخته حاكمين فيه بزاف. ترى واحد الدرجه اللي كنت لابسه شي حاجه وما عجبتهمش تيقول لك سلتيها. اخته زعما حيديها. زعما حيديها ولبسي حاجه اخرى. اصلا اخته حاكمه فيه بزاف. واخا وانتي دابا درتي به شي شكايه لا هو الاخت ديالها. درت شكايه به هو واخته. وقالت لي انا نلبك على جدارميه هذو في اليديه زعما زعما تسوق لك. شنو قالها؟ قالت لي بنت اخته. بنت اختو قالت لي انا ما نوضك تعمل عاد اخويا 29 عام كبيره كبيره شايتها انا بثلاث سنين عاد 29 وقالت لي واخا قالت لي تسير عند هاد الجدارميه في ليليا مشيت عند الوكيل مني قهرت اخويا ما لقيتش باش نركب صافي ريحت للارض قلت انا خليتي تدفع الطلاق هو هو دافع داك البيت الزوجيه هو طالبك البيت الزوجيه طالب من البيت الزوجيه طالب من البيت الزوجيه قالها الدري يعقوب في اسفي ماشي هنا لا في اسفي من هنا لا هنا قلت لي لا بغيتي ترجع عدير معايا ورقه تسني معايا دير معايا التزام بلي غتخلي المراه هنا وتقروا في هذا البيت نريحو وما يبقاش يضربك وما يبقاش يضربني والدري حنا تنعالجو على بنتنا انا هذيك راه ما نفوتهاش واخا قلت لك دابا انت داو لك هذيك جد مليون داوها لي اخويا ما عدي ما نقولش بغيت نقول تحقرت تشوف انا ما عديش دابا نوكل بناتي راه واقفه زيرو والله واخا دابا ما عندكش باش توكليه هو ما كيوكلش ولادو ما تيوكلهمش تيصيفط لي اخويا تيصيفط لي خويا صيفط لي وبنت خويا صيفطت لي الجيران والجيران تيعطوني حتى حاجه ما خاصهم قلت لي هز لك الفراش هز لك كلشي هز الفراش هز كلشي هزو داهم على الخطو حاجه ما خلا لي على الدريه تيجر فيها بحك وهي قاعده فوق الحصيره وتجر تحت الحصيره من رجليها تيطيب حذاءها والدريه تيشوفو تيجي هو ياكل حذاءه وما تيشوفو فيه ياكل بوحده اي ملي كان معايا تياكل بوحده قعد معايا سيمانه ملي انا خايبه طلبت عام ديال الزواج كلشي كلشي ضربت في الزيرو قلت لك شوف يا خويا ملي انا خايبه طلبي بناتك عطي لبناتك قلتي سمعتك قلتي على انك تبغي تخرجي غير تقدمي من السوق كيتعرض لك تتعرض لي دابا قال لبنتي انا قاعد حدا القهوه معرض ليها كيضربك الا لقاك في الزنقه ديما انا تلقى لي الزنقه ضربني طيحني في الزنقه هزنا لبلانص ضربني هنا دخلوني ثاني للبيت ثاني بقاو يديروا عليا الفيلم وبقاو ينوضوا فيا تنط ديما اخويا معرض للضرب شنو النداء ديالك وخويا شحال نقول لك انايا دوك الناس تعداو عليا بزاف حسيت بالحقره بغيت الحل ما لقيتوش ما حيت ما عارفاش فين الصدمه بوحدي كي ندير تنمشي تنقول غنمشي لديك البلاصه غيتبعني ولا تعرض ليا في شي زرقاء ولا تعرض ليا في شي خلل نقد عليه ما قدش عليه خاصني الحل نديرو لراسي شكرا